دكتور علاء الأمراني زنتار، أخصائي في الفحص بالأشعة. اليوم غادي نتحدثوا على سرطان ديال البروستات، اللي هو واحد المرض اللي تيخص الرجل بطبيعة الحال، اللي العمر ديالو تيفوت 50 سنة. فهمنا بأنه في الطب الحديث الأمراض اللي سنقدروا نعالجوا بصفة نهائية هي الأمراض اللي سنقدروا نديروا لها التشخيص المبكر. عند السيدات كاين سرطان الثدي، وعند الرجل كاين سرطان ديال لا بروستات. الوغ هذا السرطان هذا تيكاين بزاف ديال العوامل اللي ناتجة على اللي تينتجوا انه الرجل تيقدر يكون هذا السرطان، كوساسوا التغذية، كوساسوا عوامل نتاع الوراثة، كوساسوا التدخين، كوساسوا لي زانفيكسيون. هادشي كله عوامل تتأدي لهذا النوع من السرطان. داكشي باش علاش الرجال اللي عندهم العمر ديالهم تيفوت 50 سنة تيديروا واحد التحليلة اللي سميتها البي اس. هاد التحليلة اللي فاش تكون مرتفعة تتقدر تدل على ان البروستات فيها مرض. ابخي المرض شنو هو؟ خصنا نكملو التشخيص بالفحص. الفحص اللي تيدار اولا عن طريق الفحص بالصدى ليكوغرافي، دونك فين تنقدروا نشوفوا البروستات، تنقدروا نشوفوا الوزن ديال البروستات، وكاين عاوتاني واحد التقنية اللي تتمكننا باش نشوفوا البروستات بطريقة دقيقة. ولا بالنا شي حاجة في هاد الفحص هذا، تنكملوا بالتشخيص بالرنين المغناطيسي اللي هو ليغام. الوغ ليغام الدور ديالها هو انها تتكون لي بلو بريسيز، يعني تتعطينا نظرة إجمالية على البروستات. تنشوفوا الوزن ديال البروستات هي، وتنقدروا نتبعوا البروستات، تنقدروا نشوفوها في لي ديفيرون لوب ديالها، ايغالمون لي زورغان اللي كاينين حداها، يعني نوتامون الفيزيكول سيمينال، لا فيسي، باش نشوفوا واش كاينه فيها شي حاجه هاد البروستات ولا ما فيها حتى شي حاجه. لان كاين دي فوا تيكون جوست داك الانتفاخ ديال البروستات هو اللي تيؤدي لارتفاع البي اس، ولكن كاين في بعض الحالات اللي تلقاو جوستومون السرطان، ولا تيكون شك في السرطان، وديك الساعات عاد المريض بيان سور تيمشي باش يدير التحاليل ديالو، والطبيب الاخصائي في المسالك البوليه ديك الساعات يعرف فين شنو هي البلاصه اللي كاينه في البروستات اللي خصو ياخذ منها التحليله باش تمشي جوستومون لاناليز لاناباط، باش نعرفوا واش كاين سرطان ولا ما كاينش سرطان.